ضربة بور لاقت الحلول الجاهزة والمعالجة الاعتيادية في إيران. ملاحقته وسجنه وملاحقة أغنيته وشطبها من المواقع. وخطوة إضافية أيضاً اعتيادية اتخذتها السلطات بحق مغن يعد أكثر جرأة حتى من بور، توماج الصالحي. هو لم يخاطب السلطات، لم يكشف حال الإيرانيين، بل خص خامنئي بأغنية سأله فيها إن كان يشعر بحال البلاد وإن كان يشعر بالمشردين والفقراء. الاعتقال، الضغط والتعذيب مع توماج غير كاف، فجاءت اللمسة الخاصة، اعتراف قصري للمغني نمطي للنظام الذي سجل إعلامه في 2009 وحتى 2019 355 اعترافا على شاشاته. فرار كونيت اينو دوستانه نميگم، فرار كونيت اینو دوستانه نمیگم. توماج صالح، گفتم اشتباه کردم، گفتم دوستانه بهتون میگم فرار کنید، من قصدم شما نبودید.